يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. انا ام منذر، واليوم رح نعمل مع بعض كيكه من البسكوت، كتير بسيطه وما بتاخذ منكم وقت وكمان كتير طيبه. شايفين هالمنظر ما احلى؟ يلا سوا نشوف المقادير وطريقه التحضير. عندي هون اول خطوه رح اعملها، هدول 3 حبات من البيض، بدي احط فوقهم ظرف واحد من الفانيلا لحتى اخفقهم. فيكم تستخدموا الخفاقه الكهربائيه او تخفقوا بالايد عادي. بعد ما ضربتهم هيك شوي بالخفاقة الكهربائية، رح اضيف عليهم نص الكاسة من السكر، او فيكن تحطوا مثلا 3/4 الكاسة او نص الكاسة. عندي هون هذا نص القالب من الزبدة، تقريبا 100 جرام. هذا اذا ما بدكم تستخدموا الزبدة فيكن تحطوا نص كاسة زيت. مقطعته انا بهالشكل، طبعا هو كمان تاركته بحرارة المطبخ لحتى يسهل علي ضربه بالخفاقة. يفضل طالعوه يعني يكون طري شوي اذا بدكم تستخدموا الزبدة. بخلط كل المكونات هلا مع بعض. هلا من بعد ما خفقتهم راح احط كمان نص الكاسة حليب. هلا صاروا عندي هيك جاهزين هالخليط، وهذا هون انا مجهزة بسكوت. نفس هاي كاسة ونص، نفس الكاسة اللي استخدمتها أنا للسكر واستخدمتها للحليب هي نفسها عيرت فيها البسكوت. هذا بسكوت سادة يعني طحنته هيك بهالشكل. هذا بدي أحط عليه معلقة الشاي بيكنج باودر. هاي الكاسة شايفين نفسها أنا استخدمتها، وضيف كامل الكمية فوق المزيج اللي عملناه. هلا بخلطهم هيك بالمعلقة يعني شوي شوي بإيدي عادي. هذا القوام اللي حصلت عليه شايفين كيف؟ هيك بده يكون مثل قوام الكيك. عندي هون هذا القالب دهنته أنا بشوي من الطحينة، طحينة بحسها بتلزق على الحواف أكتر يعني الزيت ممكن يسيل، الطحينة شوي بتتماسك. هذا قطره 28 سنتي، وحطيت عليه كمان ورقة الزبدة حتى أحط عليه المزيج. نزلهم كلهم كامل الكمية. هلأ بدي أخده هذا أحطه بالفرن على درجة حرارة 180، بشعل عليه بالبداية من تحت. حسب فرنكم ممكن يتحمل تقريبا شي 20 دقيقة، طبعا لأنه هذا القالب صغير بيكون رقيق. هلأ القالب بالفرن رح نحط نحن الخلطة اللي بدنا نحطها على الوجه أو الصوص. عندي هون هاي علبة القشطة أو الجيمر، هاي أنا مستخدمة هاي اللي شايفينها بالفيديو، مكتوب عليه 250 ملي. رح استخدمها كاملة، بس انا قطعتها لحتى لسهولة انه احطها بقلب الوعاء هذا، حتى اني بدي اضربهم هلأ كلهم مع بعضهم بالخلاط. بحط علبة القشطة، وعندي تقريبا 3/4 الكاسة حليب البودرة، وكمان 3/4 الكاسة سكر. انا هذا السكر مطحون، فيكم تستخدموا السكر يعني الحبيبات كمان بيصير، بس انا مستخدمه المطحون يعني بيسهل علي. و3 حبات من الجبنه، جبنه المكعبات يعني هاي اللي بتكون جبنه الدهن، يعني تقريبا مثلثات او مربعات كلها بتصير. وبخفق هلا الكل مع بعضهم، بدي اياه يصير المزيج عندي يعني كريمي. من بعد ما خفقتهم كلهم شايفين كيف صار ناعم كتير؟ شايفين كيف القوام تبعه؟ هذا اللي بدي اياه انا بهالشكل. هذا تقيل بيكون شوي وبنفس الوقت ناعم. رح اخذ هلا من هذا الابيض بدي احط عليه كاكاو. رح اخذ تقريبا شي 3 معالق او معلقتين كبار، يعني كمية قليلة ما بدي كتير. انا رح احط عليها معلقة الشاي شوي من الكاكاو، فيكن تحطوا اكتر اذا كان حسب يعني انتو اللون اللي عندكم حسب الكاكاو المستخدمينه. بخلطهم هيك لحتى احصل على اللون اللي انا بدي اياه. طلعت الكيكة من الفرن اخدت معي تقريبا 25 دقيقة. كنت اختبرها انا طبعا بالفرن مثل اي كيك، يعني شايفين كيف هون محل بالسكين كنت اختبرها لحتى لقيت انه خلص السكين ما عاد يطلع عليها شي، بكون عندي هيك الكيك جاهز. هلا بدي اقلبه بعد ما يعني هيك هدي شوي، بس بعده سخن الصراحة، يعني هو سخن بدي اقلبه. سهل بيقلب معنا لانه نحن دهنين القالب منيح يعني بالطحينة وحاطين ورق الزبدة، بيقلب معنا بكل سهولة. هلا رح اقيم كمان ورق الزبدة
هلا بدي اتركه يبرد لحتى بعدين نزينه. من بعد ما برد شايفين كيف، بس قبل ما زينه بدي ارجيكم كيف بيكون هش مثل اي كيك، يعني ما بيكون اقرب للبسكوت، لا ابدا بيكون اقرب للكيك. راح احط عليه الطبقة البيضاء، طبعا فيكم انتو تقلبوا كمان تحطوا الكمية الاكبر هي طبقة الكاكاو والكمية الصغيرة هي الطبقة البيضاء، يعني حسب ما بتكون انتو. برتب السطح هيك منيح لحتى يكون عندي كله متناسق ومستوي، يعني على نفس الاستواء. حطيت هلا كمان اللي على شكل، يعني اللي حطيت له كاكاو حطيتها بالكيس الحلواني، وبدي اعمل خطوط التزيين بيرجع لكم، يعني انتو كيف بتكون تعملوا فيكم تعملوا بالشكل اللي بيناسبكم. انا راح اعمله بهالشكل وبلاقي المنظر كتير كمان بيكون حلو. بنعمل هيك خطوط يعني على طول او على عرض الكيك. هلا بعدين بنجيب مثلا عود الاسنان او بالسكين او بالمعلقه، يعني باي شيء ممكن تعملوا هيك خطوط بهالشكل، خطوط بعكس بعضها، يعني خط راجع وخط بيكون خط رايح وخط راجع هيك بهالشكل هذا. هلا بدنا نقطعه لتشوفوا كيف كيكه جدا جدا سهله. شايفين هلا وقت عم بقطعها كيف السكين بتنزل فيه بكل سهوله لانه بيكون هش. صدقا وقت بتكون جربوه رح يعجبكم كتير، يعني اذا ما كان حابين تشتغلوا بالطحين وهيك هذا البسكوت كتير كتير بيوفر وظريف. يعني شايفين ما احلى هالمنظر. كمان هلا بدي اقطعه كمان بالشوكة رح تشوفوا كيف بتنزل الشوكة بكل سهولة فيه لانه هش مثل اي كيك، والطعم كتير كتير طيب رح يعجبكم كتير بس تجربوه. كيكة بسيطة وسهلة والشكل حلو، الطعم كتير طيب. بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم. إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.